السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك. يلا بينا على بداية الاخبار، بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي. الزمالك يتعادل ايجابيا مع المقاولون العرب بهدف لمثله احرز هدف الزمالك يوسف اوباما. قرر مسؤول الزمالك التقدم بشكوى رسمية الى رابطة الاندية المحترفة واتحاد الكرة ضد امين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وجاء قرار الزمالك بالتقدم بتظلم ضد أمين عمر بسبب قراراته التحكيمية قبل في مواجهة المقاولون العرب وعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة وفقا للقانون وخبراء اللعبة. رفض الجهاز الفني بقيادة أسوري ومنح اللاعبين راح من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء. فاز فريق الكرة السلة بنادي الزمالك على أهلي بني غازي الليبي بنتيجة 72-65 في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين في أولى مبارياته ببطولة الدوحة الدولية. يواجه الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل في إياب دور الاثنين وثلاثين من الكونفدرالية الإفريقية. أوسوريو لم أبكي في المباراة، الأمر الذي قد يزعجني هو مرض والدتي فقط، ولكن المكسب والخسارة يحدثان في كرة القدم، وأضاف أنه أجرى تغييرات بسبب حصوله على بعض اللاعبين على بطاقات صفراء، كما أن إيشو لاعب عمره 20 عاما ويلعب في مكان يشارك فيه شيكابالا وزيزو وانداي، وهو لاعب لديه إمكانيات جيدة، وشدد على أنه في حالة الفوز تتم الإشادة به، وفي حالة تعرض الفريق للخسارة يتم انتقاده، وأضاف أنه لن يقوم بتغيير طريقة لعبه أو أسلوبه، ولكن من الممكن أن يقوم بتغيير اللاعبين الذين يشاركون في المباريات. أوسوريو أوضح أن الزمالك عندما تعاقد معه يعلم أنه مدرب صاحب فكر هجومي، وشدد على أن فريقه يسعى لخلق أكثر عدد من ممكن من الفرص في كل مباراة، وهذا أمر صعب وليس سهل، ولا يوجد 11 لاعب في التشكيل الثابت لأن الأمر يتغير وفقا للخصم. وأوضح الدوري المصري قوي والمستويات متقاربة بين جميع الفرق، ولا يوجد لاعب في العالم يستطيع لعب 3 مباريات في 10 أيام. أوسوريو عن غياب دونجا والمسلوسي وعمر جابر، مباراة أرتسورال المقبلة لا بديل فيها سوى الفوز بالثلاثية، في حين من الممكن أن يتم التعويض في الدوري. أوسوريو: الفريق الذي يعتمد على الدفاع يلعب على التحولات الهجومية لتسجيل الأهداف، والأصعب أن تستحوذ على الكرة وتهاجم في المباريات، وتابع المنافس كان يدافع على المساحات في المباراة، ولاعب الزمالك الناشئين أمثال محمد طارق ومحمد حسام بيسو وإيشو ظهروا بصورة جيدة ويتحسنون بمرور الوقت. وأضاف أن المقاولون سجل هدفه من ركلة ثابتة في المباراة ولم تكن له أي خطورة على مرمى الزمالك، ولكن هذه هي كرة القدم. شدد أوسوريو على أنه يتحمل مسؤولية قصر فترة الإعداد للزمالك، وفترة الإعداد التي خاضها مانشستر سيتي هي نفسها التي خاضها فريقه في الفترة الماضية قبل انطلاق الموسم، وأضاف أن الزمالك يتحسن والفريق يؤدي المطلوب منه في المباريات. أيمن ديجيش الحكم المساعد السابق أمين عمر واضح من كلامه مع حكم الفار واللي سمعناه ان ركلة الجزاء صحيحة للزمالك والخطوط جزء من المناطق، وده امر نادر الحدوث ان صوت الحكم يتسمع، واضاف دي ما فيش فيها شك وركلة الجزاء واضحة وصريحة بالقانون لان الخط جزء من منطقة الجزاء، وشدد الركنية التي جاء من هدف المقاولون في الاساس ضربة مرمى وليست ركنية، وانتظرت احتسابها ضربة مرمى، وامين عمر كان بعيد جدا جدا عنها ولا يستطيع رؤيتها، وكان المفترض يكون قريب منها، واختتم انا بتفرج وواضح من خلال الشاشات ان إنها ضربة مرمى وحكم الراية اللعبة بعيدة عنه ومفيش تلامس بين المدافع والمهاجم، والمنطقة دي بتاعة الحكم مش المساعد، الفار لا يتدخل في احتساب الركنيات. طارق يحيى: الزمالك خسر بفعل فاعل وقدم مباراة جيدة، عمرنا ما شفنا كده، وحكم مصر انه يخسر الزمالك، وواضح من كلامه في ركلة الجزاء انك مش فاهم القانون، واردف حرام عليك يا امين يا عمر، دي ركلة ركنية تتحسب، انت في نص الملعب يا راجل هتشوفها من هنا، واللاين مان ما قالوش انها ركنية، وعبد الغني بعيد عن الكرة وما تعادتش، هي جت جول وفي اعتراضات من لاعبي الزمالك، وشدد الجول جه في الدقيقة 99 وما فيش ولا ثانية ضاعت من الثمان دقايق اللي حسبتهم، واشار حرام يضيع مجهود فرقة، حرام عليك يا امين يا عمر، هتنام ازاي النهاردة، وسمعنا الصوت واتضح انه مش فاهم في قانون كرة القدم في ايه يا جماعة بس. واختتم امين عمر: انا ما بحبش يحكم للزمالك وفازلك على الفاضي، وربنا يكون في عون لاعبي الزمالك والجهاز الفني. أيمن يونس: الزمالك يقدم نفسه بأقل من حقيقته مع أوسوريو، الزمالك كان ممكن يكون مسيطر على اللقاء أكثر من ذلك، لكن المدرب الكولومبي لا يخرج أفضل ما عند اللاعبين، وأضاف الزمالك يلعب طوال التسعين دقيقة بدون رأس حربة، وتوظيف زيزو يقلل من قوته بنسبة 50%، القائمة التي يملكها يخرج منها أفضل من ذلك، وتابع على بد أن يكون في 11 لاعب أساسي وبعد ذلك يريح بعض اللاعبين، الفرق الكبيرة دائما تحسم النتيجة من الشوط الأول، لو عندك قدرة تنهي المباراة مبكرا تفعل ذلك.
حرص أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق ونبيل عماد دونجا لاعب الفارس الأبيض على التواجد في استاد القاهرة من أجل مؤازرة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري. كابتن رحاب أبو رجيلة عبر فيسبوك: أنا سمعت تصريح امبارح بيتقال فيه إن محدش من بتوع الكرة وقف جنب الكابتن حمادة إمام علشان كده سقط في الانتخابات، وأضاف: يا ريت كل حد يتكلم عن نفسه. أنا هذكر هنا وقعتين للتاريخ علشان الشباب اللي ما حضرتش الفكرة دي. الكابتن أبو رجيلة في انتخابات الكابتن حلمي زمورة ضد المهندس حسن عامر كان تأييده المطلق للكابتن حسن حلمي سبب رئيسي لمشيانه بعد أن أحرز بطولة الدوري وأفريقيا عام 84 بعد أسابيع قليلة من حصوله على بطولة أفريقيا، وتابع المشهد الثاني وكتير حضروه. وفي الكابتن أبو رجيلة يوم انتخابات الكابتن حمادة طول النهار ماسك صورة الكابتن حمادة إمام: انتخبوا محمد يحيى الحرية إمام ابن يحيى الحرية إمام وأبو حازم إمام لمدة 12 ساعة وأتم مهاجما فاروق جعفر، انتم هتزوروا التاريخ واحنا لسه عايشين. محمد صلاح مدرب الزمالك السابق: مبررات أسوري وطريقة اللعب والتشكيل كلها قرارات خاطئة، أقول له يا عم ارحمنا. جمهور الزمالك اليوم كان مذهل ويدعم الفريق بقوة، هناك حالة استهتار واضحة من اللاعبين والذين فشلوا في المحافظة على الفوز بسبب ركلة ركنية في نهاية اللقاء. وأضاف: الزمالك ليس حقل تجارب، كل مباراة بتشكيل مختلف ولاعبين شباب تشارك في التشكيل الأساسي، ولا أعرف سر استبعاد المثلوسي وعمر جابر ودونجا من المباراة، كنا في حاجة للحصول على النقاط الثلاث ومن المبكر الحديث عن التدوير بين اللاعبين. محمد صلاح: هناك أمور سيئة داخل نادي الزمالك، فوجئت بوجود حسام عبد المجيد ضمن التشكيل الأساسي رغم الأزمة الأخيرة، ولا زال الدوري في البداية وأخشى من تصدر الإحباط مبكرا للفريق، ولو حدث ذلك ستكون المهمة صعبة خلال الموسم الحالي. وزاد: بدلا من اللعب بقوة وجدت هناك استهتار ولاعبين تلعب باستعراض ويقومون بمراوغة اللاعبين، وكان عليه الاعتذار عن إدارة المباراة لو كان متأثرا نفسيا بظروف مرض والدته. هناك لاعبين تشعر بصعوبة الموقف وآخرون يلعبون باستهتار. محمد صلاح: كان يجب البدء بالقوة الضاربة في تشكيلة الزمالك، ومن السبب في تراجع الجانب البدني أسوري أعطى اللاعبين راحة طويلة وبدأ فترة الإعداد متأخرا، وأتم أثق في قدرة الزمالك على تخطي عقبة أرتا سولار حتى في حال عدم وجود مدير فني، ويدعم الجمهور الفريق قادر وبدعم الجمهور الفريق قادر على تحقيق الانتصار. عبد الواحد السيد: سنتقدم باحتجاج ضد أمين عمر وسنرفق نص محادثته مع حكم الفار في الشكوى ورفضه باحتساب ركلة جزاء صحيحة لمصلحة الزمالك. وأضاف: الحكم تعمد إرهاب لاعب الزمالك بالبطاقات الصفراء وهدف المقاولون من لمسة يد واضحة على لاعب المنافس، فضلا عن احتسابه عدد دقائق أكثر من التي تم الإعلان عنها. وأضاف: سنطالب بإبعاد أمين عمر من جميع مباريات الزمالك بسبب تحامله على الفريق. ميدو أوسوريو غامر بتشكيل خاطئ وخاض مباراة المقاولون و50% من تفكيره في مباراة أرتا سولار. كيف تقوم بإراحة لاعبين أساسيين قبل مباراة لا يزال أمامها 5 أيام؟ وأكد: الزمالك لازم يلعب بأفضل 11 لاعب عنده من البداية، الزمالك ليس حقل تجارب، الزمالك يحتاج إلى لاعبين لديهم خبرات في الوقت الحالي حتى تمر تلك المرحلة الصعبة. واختتم: لماذا تقوم بإشراك لاعبين بلا أي خبرات في مباراة مهمة في الدوري؟ حسام عبد المجيد خضع لإشاعة عاجلة لتحديد حجم إصابته وتحديد مدة غيابه عن الفريق والبرنامج العلاجي الخاص به. نقلا عن الوطن سبورت، والد أحمد سيد زيزو اجتمع مع اللجنة الثلاثية التي تدير النادي برئاسة الدكتور عماد البناني خلال الأيام القليلة الماضية، وأوضح والد زيزو تمسكه بحصول نجله على مستحقاته المالية المتأخرة قبل مباراة المقاولون العرب، خاصة أنه حصل على وعود كثيرة وأردف بالفعل إدارة الزمالك الحالية. منحت أحمد سيد زيزو 50% من مستحقاته قبل الانضمام لقائمة مباراة المقاولون العرب بعد إصرار اللاعب ووكيله على ذلك. واختتم: جرى وعد بين زيزو بالحصول على باقي المستحقات ومقدم عقد الموسم الجديد خلال الفترة المقبلة لتنتهي الأزمة التي أثيرت مؤخراً. نشر محمود علاء صورة لجماهير الزمالك عبر خاصية الستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها قائلا: انتوا فوق دماغ اي حد، وذلك ردا على حالة الغضب التي اثارت جماهير الزمالك. شوقي: غريب الزمالك بيلعبوا وهم مريحين بعض اللاعبين علشان عندهم مباراة مهمة يوم السبت في الكونفدرالية، وبتمنى ليهم التوفيق لأنهم بيمثلوا مصر. وبشأن لقطة احتفال أحمد علاء بشعار الأهلي: أحمد علاء هو أخو محمود علاء لاعب الزمالك الحالي، وصعب جدا أنه يكون قاصد يستفز جماهير الزمالك. أنا ما شفتش، ولكن لو ثبت أنه عمل كده هيتعاقب، لأنه ما ينفعش لاعب يعمل حاجة زي دي، وخصوصا أنه لاعب في المقاولون العرب، والأمور دي عندنا ما فيهاش هزار. أحمد علاء مدافع المقاولون العرب: أحب أن أعتذر لجمهور الزمالك وهو على رأسي، كنا نواجه فريق
الفريق الكبير اليوم، ومرة أخرى أعتذر لجمهور الزمالك. اعتمدت الجهات الأمنية بشرى سر الجماهير الزمالك قبل مباراة الفريق أمام أرتا سولار في بطولة الكونفدرالية، وتم الموافقة بشكل رسمي على حضور 30,000 مشجع لمباراة الزمالك أمام أرتا سولار في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي. سمير عثمان الحكم الدولي السابق أمين عمر في تمركزه لن يرى الحالة بشكل صحيح، وحكم الفيديو استدعى حكم الساحة يد لاعب المقاولون اليمنى لا يوجد فيها مشكلة، وأضاف الكرة لمست يد اللاعب اليسرى على خط منطقة الجزاء وتحتسب ركلة جزاء. حكم الفيديو محمد عادل أتى بأفضل صورة لأمين عمر، وكان لابد أن تحتسب ركلة جزاء لأن يد لاعب المقاولون اليسرى على خط منطقة الجزاء وحول هدف تعادل المقاولون. أوضح الكرة لمست قدم محمد عبد الغني والكرة ركلة ركنية والقرار صحيح، وبالتالي الهدف صحيح. جهاد جريشة إلغاء هدف مصطفى شلبي كان قرارا صحيحا من طاقم الحكام، وكذلك تقنية الفار أكدت القرار، وأضاف هدف الزمالك الذي سجله أوباما صحيح ولا يوجد فيه تسلل، بينما قرار أمين عمر بعدم احتساب ركلة الجزاء بعد اللجوء للفار خاطئ، وكان يجب احتساب ركلة جزاء أمين عمر لم يكن مقتنع بلمسة اليد من الأساس. وواصل قرار إذاعة المحادثة بين أمين عمر وغرفة الفار خطأ كبير، ولا بد أن يتدارك الحكام الأمر مستقبلا وأن يعرف أن أي كلمة سوف تكون محسوبة، ومن الوارد أن يخطئ أي حكم، ولكن إذاعة المحادثة غير مقبولة. جهاد جريشة هناك بعض الألفاظ التي تحدث بها أمين عمر كانت خاطئة، مثل 3/4 الكرة والربع وركلة الجزاء صحيحة لنادي الزمالك، ولا يليق بأن يتم إذاعة المحادثة مطلقا. وأتم الركلة الركنية التي جاء منها هدف المقاولون العرب كانت صحيحة، واللعبة لم تلمس يد مهاجم المقاولون، وهدف أحمد علاء صحيح، وبطاقة حاتم سكر كانت صحيحة، والدهس على القدم لم يرتقي للبطاقة الحمراء. معظم قرارات الحكم أمين عمر كانت جيدة، والخطأ الوحيد كان عدم احتساب ركلة الجزاء. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معنا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيف على قلبكم، ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.